إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، برنامج الجامعة الإذاعي أنوار، الذي نلتقيكم من خلاله لننقل لكم أبرز الفعاليات والأنشطة العلمية والبحثية والطلابية في جامعة السلطان قابوس. إذن حياكم الله معنا مستمعينا في أنوار، وتتابعون في حلقة هذا الأسبوع: الجامعة تكرم طلابها المجيدين في الأنشطة الطلابية، وطلبة كلية الحقوق يحصدون المركز الأول في الكويت، الجامعة تنظم ملتقى ليمد لتكنولوجيا النفط. إذن حياكم الله معنا مستمعينا. إذن أصحابكم في هذه الحلقة، معكم في طاقم هذا اليوم في الإعداد مروة بنت حمد أمبو سعيدية، أرافقكم أنا في التقديم سعيد بن مهنا العميري، وفي التنفيذ أمينة بنت ناصر العامرية، وتصحبكم إخراجا منى بنت سالم لمسلمية. نطلب المعالي، نطلب العلم والخلق المثالي، نتحدى الصعاب وسهر الليالي في سبيل مجدك. لا 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 نبالي. حياكم الله مستمعينا الكرام، نبدأ معكم هذه الحلقة بمجموعة من الأخبار. نظم مكتب التعاون الدولي بالتعاون مع السفارة اليابانية في السلطنة محاضرة بعنوان المنح الدراسية المقدمة من الحكومة اليابانية والحياة في اليابان. سعت المحاضرة إلى التعريف بالمنح الدراسية المقدمة من الحكومة اليابانية كخطة مستمرة تهدف إلى مد جسور التعاون والعلاقات الأكاديمية بين الدولتين. بهدف دعم مسيرة الطلبة في مجال الأنشطة اللاصفية، قامت الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلبة بتكريم 195 طالبا وطالبة من المجيدين في الأنشطة الطلابية، وذلك نظرا لتميزهم في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تقام في الجامعة، ودعما للجهود المبذولة في الرقي والتقدم بمستوى جامعة السلطان قابوس بين مؤسسات التعليم العالي. نظمت مجموعة إبداع البصيرة التابعة لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية فعاليات ملتقى إبداع البصيرة السادس. سعى الملتقى إلى تقديم صورة حية لمهارات وقدرات ذوي الإعاقة البصرية، وتثقيف المجتمع الجامعي بممارسات ذوي الإعاقة، وعرض مجموعة من المواهب في جميع المجالات التي تمثل نماذج لذوي الإعاقة البصرية.
تضمن الملتقى عددا من البرامج وحلقات العمل بالإضافة إلى معرض مصاحب للفرق المتنافسة. شاركت جامعة السلطان قابوس في المعرض العالمي للتعليم العالي ومعرض التعمين والتوظيف جيدكس والذي أقيم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. جاءت مشاركة الجامعة في المعرض بهدف التعريف بالخدمات العلمية والبحثية التي تقدمها للطلبة والباحثين بالإضافة إلى مد جسور التعاون العلمي والبحثي مع مؤسسات التعليم المشاركة. إذن مستمعينا الكرام، للحديث أكثر عن مشاركة الجامعة معنا محمود بن سالم الرحبي، مدير دائرة المنح والرسوم الدراسية بالجامعة. أستاذ محمود حياك الله معنا في أنوار. أهلا وسهلا فيكم، جزاكم الله خير. يا أهلا بك. إذن في البداية نتحدث عن الأهمية من خلال هذه المشاركة التي تشاركها الجامعة في هذا المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحرص جامعة السلطان قابوس وبصفتها المؤسسة التعليمية والحكومية الأولى في السلطنة على المشاركة والتواجد في المعارض الخاصة بالتعليم العالي، وذلك للتعريف بالبرامج المطروحة في الدراسات الجامعية والدراسات العليا بنوعيها برامج الماجستير وبرامج الدكتوراه. كما تستهدف المشاركة مشاركة الجامعة إلى إقامة علاقات بحثية مع المؤسسات التعليمية الأخرى سواء الخارجية أو الداخلية الأخرى، وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها للجامعة. إذن نعرج على جوانب، يعني نعرج أكثر على الجوانب التي ركزت عليها الجامعة من خلال مشاركتها في هذا المعرض. والله أكثر ما ركزت عليه الجامعة هو برامج الدراسات العليا سواء الماجستير والدكتورة. فطبعا هناك ما يقارب من 98 برنامج، 35 منها برنامج للدكتوراه و63 للماجستير، مقسمة إلى الكليات العلمية والكليات الإنسانية. طبعا العلمية معروفة اللي هي كلية الطب والعلوم الصحية وكلية العلوم الزراعية والبحرية وكلية العلوم وكلية الهندسة وكلية التمريض. أما الكليات الإنسانية فهي كلية الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية التربية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وطبعا هذه البرامج تطرح بنمط التفرغ الكلي والتفرغ الجزئي. نعم، إذن هذه من شروط أو من آليات القبول. نعم، نعرج عليها أيضا أستاذ محمود. نعم، بالنسبة لآليات القبول أو الشروط لبرامج الدكتوراه، طبعا هناك لابد أن يكون المتقدم مستوفي لبرامج الدكتوراه. أولا لابد أن يكون المتقدم مستوفي لشروط البرنامج المتقدم عليه، بما معنى أنه لازم يكون من ذات التخصص أو التخصص له علاقة عشان يتقدم للبرنامج المتقدم عليه، وأن يكون حاصل على برنامج على شهادة الماجستير من جامعة معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3 بنظام الأربع نقاط أو ما يعادل. طبعا هذا لبرامج الدكتوراه. أما برامج الماجستير فالمتقدم لبرامج الماجستير لابد أن يكون أيضا المتقدم مستوفي لشروط البرنامج المتقدم إليه من ذات التخصص أو تخصص ذو علاقة، وأن يكون حاصلا على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 بنظام الأربع النقاط في الشهادة الجامعية الأولى. طيب كيف وجدتم يعني التواصل يعني بينكم وبين المستهدفين، يعني من خلال المشاركة هذه وخاصة التركيز في مجال الدراسات العليا، كيف من خلال هذا المعرض وهو يعتبر يعني كفرصة للطلبة والدارسين والباحثين، كيف وجدتم هذا التواصل؟ حقيقة من خلال مشاركتنا في المعرض هذا وزيارتنا للمعرض أيضا وجدنا ما شاء الله هناك العدد الكثير من الطلبة طلبة الدراسات العليا الراغبين الالتحاق ببرامج الدراسات العليا وخاصة برامج الدكتوراه حقيقة. نعم، إذن هذا مؤشر جميل وجيد يعني على الاهتمام بالعملية التعليمية وأيضا كرفد أيضا للمؤسسات بالبحوث والدراسات في هذا الجانب. طبعا هذه مشاركة جيدة للجامعة وتعتبر رافد أيضا للمكتبة العلمية في السلطنة، ونتمنى لكم إحنا بدورنا التوفيق من خلال هذه المشاركة وغيرها من المشاركات. محمود بن سالم الرحبي، مدير دائرة المنح والرسوم الدراسية بالجامعة، حدثتنا أيضا عن مشاركة جامعة السلطان قابوس في المعرض العالمي للتعليم العالي ومعرض التعمين والتوظيف. شكرا لك. الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
احتفلت الجامعة ممثلة في كلية الطب والعلوم الصحية باليوم العالمي لأخصائي مختبرات الطب الحيوي. تضمن الاحتفال افتتاح المعرض الذي عرض تخصصات مختبرات الطب الحيوي، وهي تخصص علم الدم وعلم الأمراض النسيج والكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة والفيزياء الطبية والفسيولوجيا وعلم الجينات وعلم التشريح، حيث شارك في المعرض مجموعة من التخصصات من كلية الطب والعلوم الصحية ومستشفى جامعة السلطان قابوس لتثقيف الحضور عن طريق عرض بعض من الأدوات التشخيصية والبحثية. حصد فريق كلية الحقوق في الجامعة المركز الأول كأفضل مذكرة خطية في مسابقة المحكمة السورية العربية التي نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية بدولة الكويت. شارك في هذه المسابقة 12 فريقا من الجامعات الخليجية والعربية. وللحديث أكثر مستمعين عن هذا الموضوع معنا سلطان بن سليمان البلوشي من كلية الحقوق. سلطان حياك الله معنا في أنوار. الله يحييك ويبقيك يا مرحبا وسهلا. بارك الله فيك، مبارك لكم الفوز، يعني كإنجاز حقيقة طيب، المركز الأول في هذه المسابقة. بداية بدأت بسم الله والحمد أولا على نعم لم تحصى فيما تنزل، فمنها صلاة الله ثم سلامه على المصطفى سر الوجود المكمل. اللهم صل. الله يبارك فيك أخي العزيز، والشكر كذلك موصول لكم على هذه الاستضافة الرائعة. سلطان، يعني نتحدث في البداية عن هذه المشاركة، هل هي الأولى بالنسبة لكم؟ طبعا هذه هي المشاركة الرابعة للجامعة، لجامعة السلطان ولكلية الحقوق في هذه المشاركة في هذه المسابقة. نعم. هل كانت الأولى والثانية مستضافة من قبل دولة قطر، كذلك حقق الطلبة المشاركين فيها مركز الوصيف أي المركز الثاني. كذلك عقبتها مشاركة في السلطنة، هنا كانت الاستضافة في السلطنة وشارك طلاب الكلية فيها فحصدوا على المركز الأول ولله الحمد، إضافة إلى هذه المشاركة الرابعة والتي أقيمت في الكويت. طيب بعد هذه يعني المسابقات وهذه المشاركات الأربع، كيف وجدتم التجربة يا سلطان؟ طبعا هذه المشاركة مثل ما خبرتك هي المشاركة الرابعة، حيث كانت هناك مراكز يشاد بها قد تحققت خلال المشاركات السابقة، مما وضعنا طبعا احنا في موضع الخطر كطلاب. هذا الخطر متمثل في الحفاظ على المراكز التي قدمتها الكلية. طبعا ما يخص هذه المشاركة فقد بدأت قبل 4 أشهر بأن تم طرح إعلان المشاركة، بعدها وبعد التقدم للمشاركة تم تصفية الطلبة المشاركين خلال 3 مراحل، وصولا إلى الفريق الحالي والمكون من سلطان البلوشي ومنير الصواعي ومبارك الخوالدي ومريم السعيدية وهنادي الخروصية ومنال القطيطية. نعم جميل. كذلك هو كان بالإشراف من الدكتور راشد بن حامد البلوشي، وفي التنسيق الأستاذ سعيد السدياري. طبعا هذه المشاركة لها دور مهم في نقل الطالب من القاعات الدراسية ومن الجانب النظري إلى الجانب العملي والمتمثل في اللي هو طريقة كتابة المذكرات القانونية، إضافة إلى الترافع الشفهي. جميل، خلنا ندخل شوي في تفاصيل هذه المذكرات، نتحدث للمستمع، كثير من المستمعين بحاجة إلى أنه يعرف إيش هي هذه المذكرة الخطية، نعرج عليها وتحدثنا عن تفاصيل ومضمون المذكرة الخطية الخاصة اللي شاركتم فيها يا سلطان. نعم، كانت هذه المذكرات هي عبارة عن مذكرة، الأولى تمثل النيابة العامة وهي الادعاء العام بالمصطلح الدارج نحن في السلطنة، والثانية كانت تمثل جهة الدفاع وهم المحامين. تتضمن هذه المذكرات المحتويات الأساسية للمذكرة القانونية بما فيها من وقائع ودفوع وطلبات، إضافة إلى ذلك أنها كانت تحتوي على خليط من الأمور الأدبية والتي كانت عبارة عن روابط للأفكار والدفوع والتهم والطلبات، فهذا ما كان يميز المذكرة التي شاركنا بها. نعم، طيب كيف وجدتم أنتم التنافس، خاصة يعني أنه هناك أيضا كثير من الجامعات لربما تكون لها تجارب سابقة قبل جامعة السلطان قابوس في هذا المجال، وبالتالي أنتم أحرزتم المركز الأول، كيف وجدتم هذا التنافس، كيف لمستم إذن وأنت ذكرت ما ميز الجامعة يعني في هذا الجانب؟ نعم. نتحدث عن هذا التنافس وقوته في هذه المسابقة.
طبعا مثل ما ذكرت لك ان احنا كنا في موضع خطر، وهو الشيء اللي قادنا الى هذا الموضوع هو موضع الخطوره الانجازات السابقه للفرق المشاركه من الكليه، فكانت يعني مراكزهم متقدمه. لذلك كنا احنا في انظار الكل ان احنا بالشراسه القانونيه، يعني كانوا الطلبه العمانيين الممثلين في هذه المحكمة الصورية كانوا من الطلبة يعني كيف اللي كل ينظر لهم ويعمل لهم حساب. جميل. فكان حتى اللي هو نرى الفرحة في بعض في أوجه البعض عندما أن نحن ما بنواجههم، نواجه أفرقة ثانية. فكان الكل يشيد بقوة ويعني نباهة الفريق، وكان التهرب واضح من البعض، يعني مش إنه مدحم في مستوى الطلبة المشاركين ولكن اللي هو واقعا يعني وحقيقة كانت المنافسة يعني فيها نوع من الشدة. نعم. بما أن الكل ينظر إليك صاحب إنجازات صاحب تقدم، خصوصا عندما يستلم المذكرات اللي كنا احنا كاتبينها، كانت المذكرات يعني تكاد تخلو من الثغرات اللي هي يقدرونهم يعني يتمسكوا بها على سبة يناقضوا الكلام اللي موجود فيها. كانت هي عبارة عن عمل متواصل لمدة 4 أشهر، احنا تخلينا فيها عن إجازتنا الفصلية ما بين الفصلين جلوسا في الكلية لإعداد هذه المذكرات من الساعة 8 صباحا ولحتى 6 مساء. نعم. كان عمل متواصل. نعم. يعني نعم. وهو ما يعني قادنا الحمد لله إلى الفوز كأفضل مذكرة خطية. نعم. نعم. جهود إذن جبارة سبقت هذه المسابقة من خلال إعداد هذه المذكرة للمشاركة بها، وبالتالي هذه الجهود المضنية كللت بالنجاح والتوفيق من خلال حصد المركز الأول. تستحقون هذا الفوز كونكم يعني خطوتم خطوات من سبقوكم في هذا الجانب، الطالب سلطان بن سليمان البلوشي من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك. نظمت الجامعة ممثلة بقسم الطلبة الدوليين بعمادة الدراسات العليا رحلة ترفيهية لطلبة الدراسات العليا من خارج السلطنة والعمانيين إلى محافظة الداخلية، حيث بلغ عدد المشاركين 24 طالبا وطالبة. زار الطلبة فلج الخطمين بولاية نزوة وسوق وقلعة نزوة الشهيرة التي تعد من التراث المعماري القديم، بالإضافة إلى متحف بيت الصفا بولاية الحمرة. نظم قسم النشاط الرياضي للطالبات بعمادة شؤون الطلبة في الجامعة البطولة المفتوحة لكرة القدم لصالات الفتيات، شاركت فيها مجموعة من الفرق النسائية من مختلف المؤسسات الحكومية والتعليمية والأندية الرياضية، حيث تنافست في البطولة 7 مؤسسات بالسلطنة، وشهدت البطولة منافسة قوية من قبل الفرق المشاركة، كما ظهرت العديد من المواهب في كرة القدم. انتهت البطولة بتتويج نادي الاتفاق الرياضي بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية. نظمت دائرة الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان ملتقى لمد لتكنولوجيا النفط والغاز. يعد الملتقى منصة التقاء بين المختصين في قطاع النفط والغاز من القطاع الأكاديمي مع نظرائهم من القطاع الصناعي،
يأتي الملتقى بمشاركة 5 من كبريات الشركات العاملة في هذا المجال، وهو إنتاج النفط والغاز بالسلطنة، وأربع مؤسسات أكاديمية من ضمنها جامعة السلطان قابوس. يسعى الملتقى إلى إيجاد معالجة وحلول تكنولوجية علمية من خلال الشراكة مع المؤسسات البحثية وتعزيز القدرات البحثية للمؤسسات الأكاديمية في مجال تكنولوجيا النفط والغاز. تحت عنوان الهندسة وريادة الأعمال، تستعد كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس لتنظيم المعارض الطلاب الهندسي 7 في المركز الثقافي في القاعة الكبرى تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة. متابعينا للحديث عن هذا الموضوع معنا الطالب محمد بن خميس البصافي من كلية الهندسة هندسة النفط والغاز. محمد، مرحبا بك في أنوار. مرحبا بكم أستاذي. يا أهلا وسهلا. إذن هذه المشاركة التي تشارك بها كلية الهندسة في هذا المعرض، نتحدث عنها بشيء من التفصيل؟ كل الشكر لكم على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا هذا المعرض الطلابي يأتي من ضمن فعاليات الجماعة الهندسية ويتكرر كل عامين، ويهدف هذا المعرض إلى نشر المشروعات الطلابية وإتاحة الفرصة لهم بأن يقدموا ابتكاراتهم ومساهماتهم العلمية وبحوثهم. نعم. يقام هذا المعرض الأسبوع القادم من تاريخ 23 إلى 29 من شهر أبريل. طيب، ريادة الأعمال والهندسة لابد أن تكون هناك علاقة بينهما، نتحدث عن هذه العلاقة يا محمد وأهميتها. أكيد أستاذي. طبعا الباحث عندما يرى العنوان أو المطلع على هذا العنوان لا يرى هناك علاقة يعني واضحة أو واضحة يعني جلية بأن ريادة الأعمال والهندسة، ولكن لما يشغل بال الفكر أو المجتمع العماني بهذا الموضوع المستحدث وهو ريادة الأعمال، ارتأينا نحن أعضاء الجماعة بأن نتجه إلى هذا القطاع ونوجه يعني طلبتنا الخريجين من كلية الهندسة والمهندسين ودفعهم إلى هذا المجال، وجعل ريادة الأعمال من الأشياء التي ينبغي أن يفكر بها كل خريج أو كل مهندس أو كل فرد في هذا المجتمع. جميل. ومن هذا المبدأ ارتأينا إلى أن نقحم أنفسنا إلى مجال ريادة الأعمال. نعم. طيب، يعني بالنسبة لكم كطلاب لابد أن تكون هناك استفادة يجنيها الطالب من هذه المشاركة، من وجهة نظرك ما هي هذه الاستفادة التي تتحقق لدى الطالب؟ بصراحة بكل تأكيد الخبرات المكتسبة من هذه المعارض لا تحصى ولا تعد، ولكن من أبرزها يعني أن يكسب الطالب ثقة نفسه بأن يعرض ما توصل إليه أمام الحضور، أمام الدكاترة، أمام الشركات الحاضرة، أمام المهندسين، وأيضا يعني إتاحة الفرصة لبعض المشاريع بأن ترى النور، أن ترى الدعم من بعض الشركات أو الأشخاص المعجبين بهذه المشاريع. هناك مجموعة من الفوائد التي لا نستطيع أن نحصيها. طيب محمد، من خلال معرض حديثك يعني أيضا تحدثت عن دعم الشركات الذي يتلمسه الطلبة من خلال يعني هذا. الآن احنا في المعرض الطلابي 7، يعني من خلال التجارب السابقة هل لمستم تبني بعض الشركات لمشاريع الطلبة؟ كيف هي العلاقة بين الطالب وبين هذه المؤسسات؟ بكل تأكيد أستاذ العزيز، هناك تبني لمشاريع سنويا، وهذه السنة خصيصا الدعم قادم من شركة ميناء الدقم، يعني تشرفوا بدعم المشروع الفائز لأنها عبارة عن مسابقة بين المشاريع الطلابية، فهذه الشركة تبنت أن تدعم المشروع الفائز، وطبعا ننتظر من الشركات الزائرة الأخرى بدعم مشاريع أكثر. نعم. وإتاحة فرص لمجموعة من المشاريع، ولكن يعني تم يعني التبرع من شركة مصفات الدقم ولله الحمد بهذه السنة بأن تدعم المشروع الفائز بمبلغ مالي
لأخذ به إلى الواقع. نعم، وبالتأكيد من شأن هذا الدعم ومن شأن هذا التواصل بين كافة مؤسسات المجتمع، سواء مؤسسات حكومية، مؤسسات خاصة، مؤسسات مجتمع مدني، من شأنها طبعا أن تعطي دفعة معنوية لمزيد من الإبداع، لمزيد من الابتكار، وكل هذا في النهاية أكيد يصب في مصلحة المجتمع ككل. معنا كنت طالب محمد بن خميس البصافي من كلية الهندسة، هندسة النفط والغاز، وقد حدثتنا عن المعرض الطلابي الهندسي السابع في المركز الثقافي في جامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا لك يا محمد. عفوا لك، بارك الله فيك، أحسنت. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج أنوار، نلتقيكم بحول الله السبت القادم مع أخبار جديدة عن الجامعة. يمكنكم متابعة المزيد عن الجامعة عبر الموقع الإلكتروني www.squ.edu.com. في الختام هذه تحيات مروى بنت حمد أبو سعيدية، كانت معكم في الإعداد، وكنت معكم في التقديم سعيد بن مهنا العميري، صاحبتكم في التنفيذ الزميلة أمينة بنت ناصر العامرية، وكانت معكم إخراجا الزميلة منى بنت سالم لمسلمية. هذه تحيات دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.